السلام عليكم. اليوم غنخدم معكم هاد البلاطو هذا، كنت غادي كنت بديتو قلت نشارك معكم. غنخدم فيه هاد الوريدات هادو بهاد لاباط هادي اللي كتجي هادي سميتها جوفي، هادي ديال الصلصال. كاينه اللي سميتها الداز، كاينه هي المهم تكون بيضه. هاد لاباط هادي اللي كتكون جاهزه هكا هنايا، وكنحتاجو هاد ليمون ديال السيليكون. هادو راه كنت خديتهم من علي اكسبريس. دابا اللي بغا يتقداهم في هاد الوقيته هادي ديال راس العام كيكون الصول كيكونو رخاص شويه هكا. دابا غنخدم بهاد المول هذا ديال هاد لي غوز هادو كبار، وغنخدم بهاد المول ديال الوريقات هكا. دابا غادي نبداو ان شاء الله. ناخد المرايه، ناخد لاباط، كنديرو كره بحال هكا صافي. كناخدو هاد المول هكا صافي، كنضغطو عليها بحال هكا. فهي طريقه سهله كيما كنت خدمت معاكم في واحد بلاطو صغير، راه كنت خدمت معاكم الطريقه هي يعني كتجي ساهله وسريعه. في البلاطو اللي كنت خدمت قبل داك حامل الكيك كنت خدمت بها حتى نشفات. دابا غندير المونتاج وهي بحال هكا مازال طايه، مازال ما نشفات صافي. غنحاول ندير الوردات بحال دابا هنا، هزت ليا شحال جوج ربعه، غندير ربعه الوردات كبار عاد باش غندوز للوريقات. الطريقه هذه جات سهله، احسن ما تبقاو تصايبوا الوريدات بيديكم. مره اخرى غنوريكم الطريقه كيفاش تخدموهم بيديكم. هذا غير هاد المول هادو ديال السيليكون، هادو عمليين، هما كيتستعملوا حتى للحلوه، غير انا هنا كنوظفهم في هاد الدكه ولا بغيت نصوب لي بلاطوات وداك الشيء. كيجيو زوين الطريقه وسهله وسريعين في ساعه كيتخدموا. وديما هاد العجينه هادي كتبقى في الساشيه ديالها، وملي كنسالي وراه كنجمعوها خاصها تبقى حيت هي غير كتنشف بالهواء، خاصها ديما نحافظوا عليها نديروها في شي ساشيه اخرى باش تبقى طريه صافي. غير كنديروا كوره وكنضغطوا عليها هكا. الطريقه سريعه بزاف كاع، الوقت اللي كيضيع لينا غير في ملي كنخليوه ينشف. هاد لاباط كتبغي تبقى 48 ساعة باش تنشف. هما كيجيو لي غوز زوينين، فيهم الكبار الصغار على حسب. من بعد غنخدم لكم الكيسان ديال العصير، نخدم لكم بهاد لي غوز هادو، ولكن غنخدم لكم بالصغار ان شاء الله. ندير لكم فيديو اخر، ندير لكم بلاطو والكيسان ديالو. فهم انتم في ساعه انا خدمت اربعه لي غوز. دابا غيبقاو لي الوريقات، هما اربعه لي غوز. دابا غندوزو الوريقات. انا مع لي غوز هادو كبار، انا غنستعمل هاد الوريقات الكبار بحال هكا. كنديرو بحال هكا صافي، كنضغطو عليهم في بلاصه ديال الوريقات. بالنسبه لهاد لاباط هذه راه كتلقاها، غتلقاوها في مرجان، في البلاصه اللي كيبيعوا فيها هذا اللوازم المدرسيه. وهاد العجينه فيها اللي كتكون بالماغون، واللي كاينه هاد البيضه هذه. الماغون تقدروا حتى هي تخدموا بها، غير هي خاصكم تصبغوها بالبيض عاده باش تخدموا بها. بحال دابا ملي كتخدموا الورده بحال هكا خاصكم تصبغوها في البيض. هي حتى عندها استعمالات اخرى، ولكن ان شاء الله نخدم لكم بها حتى هي. بالنسبه لهاد الليمول ديال السيليكون، انا غنخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. هما راه زوينين وعمليين. هانتوما بالنسبه للوريقات شوفوا كيفاش كيجيو صافي. كنضغطوا عليهم من هنا شويه كنتنيهم صافي، وديك الساعه كنحطوا الوريقه بحال هكا كيما بغينا، اما مسرحه ولا هذا صافي. غنكمل الوريقات عاد باش غندوزو التلصاق. هانتوما ملي كنبغي ندير الورقه كندير هكا، كنخليها طويله شويه بحال هكا صافي، وكنحطها الوسط هكا وكنضغط. ساهله بزاف كاع.
الا بغيتو الوريقات صغار هنايا كاين جميع الاحجام، كاين هنا جميع الاحجام ديال لي غوز، وهنا جميع الاحجام ديال الوريقات. وكما قلت لكم هاد العجين هادي هتلقاوها عند الناس، حتى عند الناس اللي كيبيعوا هذا اللوازم ديال الصباغه ديال السيراميك، وما كتكون عندهم. ولا اللي ما لقيتوش راه كتاخدوها في هذا في مرجان، ولا في بحال دابا اللي في كازا راه في الفا 55، الثمن ديالها راه رخيص بزاف، راه ماشي شي ثمن. في هي طالع، هي الصغيرة راه كدير 19 درهم، والكبيرة كدير 39 درهم، ثمن مناسب. وكتخدم بها، تخدمي بها شحال بحال هكا. ديما من بغو نخدمو شي حاجة حتى كنشوفو نحطو المونتاج قبل ما نبداو نلصقو، حتى كنحطو نشوفو كيفاش غنديرو المونتاج عادة باش نبداو تلصاق. تلصاق هو آخر حاجة. في البلاطو اللي فات كنت درت لكم، خليتها حتى نشفات عاد باش درت لكم المونتاج. دابا غادي نمونطيوها هكا بحال هكا، غير نخدموها ونمونطيوها في البلاصه هكا. شتي الوريقات راه ساهلين. صافي، بعد ما كملت الوريقات ولي غوز، انا دابا كندير واحد الكويرات صغار، وملي غنلصق بيهم هاد الوردات هادو، حيت غادي نلصق بالوحده بالوحده، يجوني هابطين. حيت انا هنايا الوريقات كما كتشوفوا راه تنيتهم باش يجيو طالعين. اذا خاصني هاد لي غوز خاصهم يكونوا واقفين شويه. غناخدو شويه العجينه غندير لها بحال هكا، نسطحها شويه باش تعلى غير شويه هذا هادي لاغوص بحال هكا. صافي، دابا غندوزو غندوزو التلصاق. ودايما كما قلت لكم ها هي لاباط ملي كنسالو منها راه كنخليوها بحال هكا، وكناخدو واحد الصاشيه وكنليوها على بحال هكا، كتكون ميديرهاش الهوا حيت كتنشف. صافي، دابا غندوزو التلصاق. بالنسبه للتلصاق هذا اما كنلصقو بكولات الخشب، ولا كنلصقو هذه بكولا بلانكا. الا كانت كولا بلانكا احسن، هي اللي كتلصق مزيان. كولا بلانكا كتلصق مزيان، احسن حاجه هي كولا بلانكا. دابا غندوز نلصق هنا هادو اللي درت هما الاولين. ناخذ بحال دابا هذيك الكويره اللي درت، غندير فيها اللصاق بحال هكا من التحت هكا، وكنحطها بحال هكا. وناخد هذيك الورده، هادو راه ما ناشفاش، هاد الورده راه باقا طريه. ناخد الورده بحال هكا ونحطها، غير هو كنتابو الورده نشوفها فين غدور. بحال دابا انا غندور لها وجهها هكا، ديما غتبقى دور لهاد الجهه. صافي، غناخد هاد الوريقه هادي غندير ليها شويه هنا وندير ليها من هنا. صافي، وغنحاول نديرها هنا لتحت بحال هكا. ناخذ الوريقه الاخرى هي غندير لها الكوله هكا. وبالنسبه لهذوك هاد اليدين هادو خديتهم ب8 دراهم الوحده. انا عجبوني حيت فيهم هاد لي زيستراس هادو، وكيجي رائع في البلاطو، سيرتو الا كان بلاطو كبير كيجيو فيه رائعين هاد اليدين هادو. صافي، الرجيلات ديالهم حتى هو كتاخذوهم وكيصايبهم لكم. كديو كتاخذوا هاد اليدين هما الاولين، وكديهم عند المزاج اللي غيقطع لك المرايه، وهو اللي كياخذ لك العبار هنا باش كيدير لك الثقوبات هنايا. صافي، وكيلصقهم لك مع يلصق لك الرجيلات حتى هما.
مرة أخرى غندير لكم بلاطو كبير يكون داير كبير، وغندير لكم الكيسان ديالو، وغنخدمو نيس بنفس الطريقة هاد لاباط داز. ها ساهلة وعملية هاد لاباط هادي، حسن ما تاخدو بابي ماشي. بابي ماشي كيطيح شوية، طالع شوية في الثمن، ولكن راه كيعطي تقريبا نفس النتيجة. والبابي ماشي تا هو الخدمة ديالو بوحدها، ولكن يمكن لينا بالنسبة للناس اللي ما كي حيت بابي ماشي كاين الناس اللي ما كيلقاوش، ما كيكونش دايما، بعض المرات كيكون مقطوع ولا هذا صافي، ونخدمو به نعوضو بهاد لاباط داز ولا لاباط سيراميك. غير هاد لاباط داز كتكون جاهزة سهلة، ماشي بحال لاباط سيراميك خاصك تعجنيها وخاصك شحال من حاجة. دابا غندوزو للجهة الأخرى. بعد ما خليتها 48 ساعة حتى كتنشف مزيان، ها هي صافي هما نشفوا مزيان بحال هكا. صافي كناخذوا هاد أطلس شعاع، هادي أطلس شعاع، ولا كناخذوا بخريطة في لارجونتي اللي كاين هادي، واخا شوية كتكحل هي الصراحة، هادي كت من بعد ملي كتقدام كتولي شوية كحلة، ديك الساعة الواحد يعود عليها تاني. ولكن بخريطة يكون احسن. كناخدو بحال هكا كنحلو وكنحركو مزيان بحال هكا باش ما يبقاش غير الزيت هو اللي طالع الفوق. خاص ضروري هاد اطلس شعاع ضروري خاصها تتحرك مزيان بحال هكا. صافي كناخد واحد البانسو صافي غنبدا نصبغ فيها هكا. كما قلت لكم الاحسن ديروا بخريطه في لارجونتي، راه كتعطي زوين واحد اللون زوين. هذه في الاول كتعطي لون زوين، ولكن من بعد ملي كتقدام كتولي كتكحل شويه، ما كيبقاش في هذاك البريق. تقدروا ديروا على الفوق منها الفيرني سانتكس باش تبقى عاطيه نفس اللون. جيت تقريبا بحال عجين سيراميك. صافي غنحاول نصبغ كلشي تمن هنا من الداخل. صافي ملي كان سالي غنفينيها ناخذ واحد كوطونتيج ونمسح بحال هكا الى عمرات لينا الملايه بحال هكا، نمسح بكوطونتيج شويه دوليو. صافي هو بعد ما صبغتو غنخديو حتى ينشف صافي، وغنفيني هنايا الجناب هنا اللي خرجت فيهم الصباغه، غندير غير واحد كوطونتيج وسميتو شويه دوليو صافي، وغادي نمسح. كما كتشوفوا ها هو البلاطو كيفاش. بالنسبه للرجيلات هانتوما، هاد الرجيلات هادو لقيتهم عند دروغري كيبيعهم، وهما بحال ديال البلاستيك، هما لقيتهم في اللون في النحاسي، ومع انا عندي بلاطو خاصني لارجونتي، انا صبغتهم تما بلارجونتي تما وريدات بحال هكا كيجيو زوينين. صافي هذه النتيجه ديال البلاطو بحال هكا، ساهل وكيوجد في وقت سريع. ونتمنى انكم تستافدوا، وشكرا.